اهلا وسهلا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا الروبورتاج من هنا من اقليم الحاجب وبالضبط من بودرباله. ما زالت تداعيات جريمه سفاح بودرباله لحد الان تداعياتها لا زالت مستمره مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. نحن هنا من مسرح الجريمه ننقل لكم يعني الاجواء وما بعد التحقيقات التي تجريها العناصر الدرك الملكي باشراف النيابه العامه المختصه وكذلك بحضور القوات المساعدة والسلطات المحلية. هذا الحدث اللي اهتز عليه الرأي العام الوطني وكذلك الرأي العام المحلي هنا بمنطقة أيت بوبيدمان، المنطقة الفلاحية الساحرة والهادئة والتي لها مميزات فلاحية تغنيها عن مثل هذه المشاكل. للإشارة فقط مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، منطقة أيت بوبيدمان تستقبل عدد من الأشخاص من جميع أقطاب المغرب واللي كيشتغلوا في المجال الفلاحي، سواء كما كيقولوا الساكنة أو الموقف كما كنقولوا أو في أشغال فلاحية. لهذا فليست المنطقة وكما سمعنا من عند الساكنة التي تستنكر وليست راضية على هذا الوضع هذا وعلى هذه الجريمة اللي كيقولوا على حساب يعني دائما تصريحاتهم انها غير مقبوله ومرفوضه انها تكون المنطقه ديالنا مسرح لمثل هذه الجرائم. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في نفتح قوس اخر، هناك عدد من المعلومات المتناثره لحد الان كتقول انه المقاول لم يكن يعني لم يكن لديه اوراق تعريفيه تخص العمال اللي كانوا كيشتغلوا. لحدود ساعه التحريات اللي كتجريها عناصر الدرك الملكي هنا بالقياده الجهويه مكناس وبالضبط سرية أيت بوبيدمان والقيادة قيادة الحاجب كذلك، وصلت إلى أنه الجاني شخص واحد لحدود الساعة وما زالت الأبحاث جارية وتتبع الخيوط ديال الطريق الفرار والطريق اللي سلكها. لحدود الساعة مشاهدينا تم أخذ الضحايا والتعرف عليهم، وهذا بفضل الخبرة التقنية اللي قامت بها عناصر الدرك الملكي يوم أمس بعد أخذ البصمات. سوف نترككم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في تفاصيل أخرى وصادمة حول هذه الجريمة الشنعاء، جريمة سفاح بودربالة. خليكم معنا، سوف نترككم الآن مع عدد من الـ من الـ من الآراء الساكنة اللي ما قبلاتش هاد الجريمة النكراء. في هذه المنطقة هذه وجاو خدامين على راسهم، قتلهم صاحبهم كما سمعنا من السلطات المحلية والآخر قبيلة قتلهم صاحبهم. علاش ما نعرف، جايين مساكن كترزقوا غير الله وخدامين على والديهم على ولادهم واش راه حشومه وعارو. هاد المنطقه ديالنا راه ما كتشهدش هاد الشيء، هذا راه ما عمر وقع هاد الشيء هذا في المنطقه ديال بودربله كاع. كنخدموا في المجال حتى حنا كنعيشوا في الشوانط بحال هكا بزاف، كنعيشوا في الشوانط بزاف كنخرجوا بزاف حتى حنا ما خلينا حتى مدينه كنخرجوا فيها، ولكن ضروري عندنا لاسينيس ديالنا، عندنا الضم الاجتماعي، عندنا كل شيء. لاكارت ضروري كيسد المقاول لاكارت ديالك، ولا ما كانش المقاول كيعرفك مزيان راه ما غاديش يديك. لا كيكون الغنان، ولكن باش تلحق حتى القتيل لا لا حشومه كاع تشويه جوج. هاد الجريمة راه دارت الرعب في هاد المنطقة هادي، راه ولا كل واحد ولا خايف على راسو. راه بنادم كيخرج العيال كيخرجوا يترزقوا الله، رجال كبار كيخرجوا يترزقوا الله وكيخدموا في الفلاحة. هادشي هذا راه خويا راه ما كناش كنسمعوا به في هاد المنطقة. هادشي اللي قال لي واحد الصديق ديالي، قال لك سمعوهم بالله كيتغنوا. صافي ملي مشاو هادشي كيوقع، هادشي كيوقع في أي شانطي، أي شانطي كيوقع. راه هادشي راه خصو يكون فيه سيكوريتي، خصو يكون فيه عساس، خصو يكون فيه بزاف ديال الحوايج، خصو يكون فيه. والمقاول ما دارش عساس، اي مقاول كنشوفو حنا كنخدمو في هاد المجالات، اي مقاول كيدير عساس ديالو. راه حنا كنتاسفو بزاف على هاد الفجيعه هادي اللي وقعت، يعني راه حنا ضرينا بزاف وبقاو فينا هاد الناس. ولا اله الا الله محمد رسول الله، انا لله وانا اليه راجعون. وبالنسبه لهاد الناس هادو غادي نهضروا باختصار يعني باش ما نطولش. بالنسبه لهاد الناس هادو، هاد الناس راهم مضرورين، ما يمكنش ان واحد المشروع على قدو غادي يكون خدام وما فيهش حتى البيبان، ما فيهش يعني فين غيكونوا دوك الناس محميين، ما كايناش الاناره، ما كاين حتى شي حاجه. هذا راه مشكل، هذا راه مشكل. ومع العلم انني كنت انا خدام في واحد السوسيتي، وهاد السوسيتي اللي كنت خدام فيها يعني خدام فيها بالقانون ديالي قانونيا، وهذوك الناس فاش بغاو يمشيو في حالهم يعني عطاونا الحقوق ديالنا، عطاونا كل شيء، يعني ما كاينش المشكل. هاد الناس ماشي مسلمين،
هادو نصارى، هذه شركه هادو فرنسيه. هادو شركه فرنسيه، ما كاينش واحد الحراسه مشدده، ما كاينش يعني الانسان باش غادي يتحمى، ما كاينش. حنا شكون اللي قالنا خويا هذاك السيد اللي كان معاهم هو اللي قتلهم؟ الله اعلم، راه الله اعلم، راه ما تقدرش تعرف، راه كيقول لك الغيب حجته معاه، ما تقدرش تعرف شنو هو هاد الناس، شنو صرا فيهم، وشكون اللي دار فيهم هاد الشيء هذا. الناس اللي ماتوا كانوا كينعسوا هنا، كينعسوا في هاد المكان هذا، يعني مستقرين، ما كاين لا ضوله حتى حاجه، ما كاينش العساس. ما على ما كيقولوا ان ما كاينش، يعني ما كانش هو، ولكن الانسان الا كان غيخدم شي واحد ما ياكلوش العرق ديالو. الانسان الا كان غيخدم شي واحد يخدمه بصدق قبل ما يدخلوا يحط رجليه في ديك البروجي، يقدم معاه المسائل ديالو، يخدم معاه قانوني. يعني ما غاديش تجي انت تخدم بلا قانون ديالك، غتخدم بلا قانون يعني راه بحال ضرباتك تران، شتي ضرباتك تران، يعني ما عندك حتى حاجه. شنو هما؟ شوف فين ما مشيتي ما بقاوش الناس كيهضروا معاك غير بالكلمه، راه ضروري كيحتاج كيطلب منك وثائق. وهاد الناس هادو اللي ماتوا هنايا، فين راه القانون ديالهم؟ صدماتنا حنايا صدمه كبيره، ما خلاتش الناس تبودر بالهم، تفاجئوا بزاف، تصدموا زعما لا اله الا الله محمد رسول الله. حنايا تنشوفوا هذا الشيء، ما عمر كان هنا في بودر باله، ما عمر كان هذا الشيء، مع سمعنا تصدمنا. دابا راه ولا كل واحد ولا تيخاف على ولادو، تيقول لهم سمحي لي الوالده وسمح لي الوالد، ومازال نقتلوا. هذا الشيء اللي تنسمعوا حنا، حتى تنسمعوا الله اعلم واش صح ولا كذب، ما عرفناش. حنايا مواطنين هي تنسمعوا، كما تيقول لكم مواطنين بودينا تيسمع. هذا الشيء اللي كاين، ماشي غادي نقولوا شي حاجه تحملوا مسؤوليه عليها في التالي. ما تقدش بقوه الظلمه والاناره، ما كايناش، ما كاينش الضوء اصلا. انت كتشوف البيبان كلهم محلول، بنادم كيبات ليه لداخل، انت كتشوف البرد كيدخل، الشتا كتدخل، كلشي كيدخل. اصلا 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 الشيء انا قدام في الحاجه، الوالده دابا كتقول لي اجي دخل بكري، ما يمكنش غتجلس حتى لواحد الوقت كتخاف عليك. هنا مولين الدار كلشي، كاع العائلات عندهم الدراري النيت اللي يجون بحالنا، ولو كيخافوا كيوك دخل بكري. دابا الوالده كتفوت تسعود كتقول لك فين راك، تبقى يصوني راه بودر بالك ولا مصدومه. كيفاش كتشوف هاد الفاجعه؟ بنادم جوج مذبوحين، رعب. وبنادم انت راه مشكله، ما راه انت كتشوف واحد، كتشوف واحد الخبار اللي صدمك. مقاول ما دايرش خدمته، مقاول هاد الدراري هادو خصهم يقعدوا في بيت يكريو، كما داك السيد قبيله تيكون عندي ساروت، علاش غنجي انا نبات هنايا نبقى نعس انا هنايا؟ كون كان العساس غتوقع هاد الجريمه، واخا يكون العساس هنايا اصلا الطريق هنايا راه مظلمه. لا كون كان العساس في الباب غيسمع الصداع غادي يقد، حيت اصلا ما كاينش عساس هنايا. إذا راه كما قلت لك هاد الطريق هادي راه ما دوش، راه كتخرج حتى لعندنا لهيه. راه رسالة بغيت تقول لهم المسؤولين نيابة على الشباب ديال المسؤولين، كون كان ضو هنايا وكون كان هاد الشيء مريقل ما غاديش يوقع هاد الشيء هذا. كان عساس هنا حاطينو كلشي على كلشي محضي وكذا، راه ما غاديش يوقع هاد الشيء هذا.